السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل بقى الجزء بتاعنا الخاص ب بعد ما خلصنا الاكسبريشن هنتكلم على الجزء الخاص بالبايب، وعايز اعرف يعني ايه بايب. يعني اغلب الشباب ممكن يعرف البايب دي حاجة خاصة يعني لو قلنا مثلا حاجة خاصة بالتدخين مثلا، يعني بدل السيجارة او بدل البتاع فممكن يشرب من البايب. البايب ده انت بتحط لها حاجة او مادة معينة زي النيكوتين مثلا، وانت بتشرب من فعل حصل ترانسفورميشن لموضوع النيكوتين ده لايه؟ لحاجة تانية. يعني بدل هو كان حاجة شبه الحشيش بقت حاجة تقدر تشربها يعني بالشكل ده كده، فده مفهوم كلمة البايب. طيب الوضع بالنسبة للبايب هنا في الهايبر هو حاجة شبيهة، حاجة بتعمل ايه؟ حاجة بتعمل ترانسفورم للداتا اللي داخلة بشكل معين او لاوبت فورمات معين انت بتحدده. حاجة بالشكل ده، انا مثلا عندي هنا داتا بالشكل ده كده، تمام، انا عايز اعمل لها فورمات ما تبقاش تطلع عليه بالشكل ده، عايز تطلع لي باوتبوت تاني مختلف. يبقى انا عملت داتا ايه؟ ترانسفورميشن. فده ما يسمى بكلمه بايب. دايما اربط البايب ترانسفورم، تمام. طيب هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن اوبريتور. الاوبريتور ده هيعمل ايه؟ هيعمل هوك على الاكسبريشن برصد بتاعك، ويعمل عمليه موديفيكيشن للريزلت بتاع مين؟ بتاع مين؟ الاكسبريشن، ويحوله بشكل معين. طب السنتكس بتاعه عامل ازاي؟ اهو ده الاكسبريشن بتاعك وده البايب بتاعك، تمام. فدي فيتشر كويسه جدا. احيانا بنحتاج ان احنا نعمل فورمات لحاجات معينه او نعمل ترانسفورم للداتا بشكل معين ما بيكونش موجود في الانجلر، وعشان كده الانجلر بيدينا بعض الحاجات البيلت ان بايب وبيدينا كاستم بايب. طب خلي بالك، عايز اقول لك اللي خد الانجلر جي اس او اللي يعرف انجلر جي اس هيعرف ان البايب ده كان اسمه فلتر. اسمه ايه؟ فلتر، تمام. ده كان البايب، وبالتالي هي فيتشر كويسه جدا في الانجلر بتقدر تديني ان انا اعمل امبلمنت للبايب. طيب البايب طبعا بروفايد سيفرال تايبس، زي مثلا ان انا اقدر افورمات سترينج، افورمات اوبجكت، وهتلاقي ان انا عندي بيلت ان بايب للجيسون نفسه او الاريز بتاعتي، تمام. وبالتالي ده يكون عندي هنا البيلت ان ايه بايبس. فدايما اربط البايب بعمليه ايه؟ الرسمه اللي قدامك، ترانسفورم، هدخل له انبوت هعمله ترانسفورم طلع له اوبوت، تمام. يبقى هنا takes the data and transform الداتا ديت لانبوت. الانبوت ده او اللي ترانسفورم از انبوت للديزايرد اوتبوت ايه بتاعنا. فده مفهوم كلمه بايب. نرجع نقول، انا قلت لك ان البايب في بيلت ان بايب وفي كاستم بايب. هنيجي نشوف ايه الحاجات البيلت ان بايب. بيلت ان بايب، طيب عندنا حاجات، يعني في بعض الحاجات انا جايبها لك في شكل تيبل، لكن في طبعا حاجات كتيره جدا في البيلت ان بايبس اللي عندنا، تمام. في حاجه اسمها الكرنسي، هو حتى زي ما تشوف كده سماها فلتر، لان كانت فعلا في الانجلر جيس كان اسمها فلتر. الكرنسي دي بتعمل ايه؟ بتعمل فورمات للنمبر از كرنسي بيزد على الكرنسي، الكرنسي كود اللي بيديها له، تمام. زي مثلا حاجه بالشكل ده كده، وهو لاعب هنا ايه؟ على الاكسبريشن. يعني انت دايما الفلتر تخلي بالك انه دايما بيلعب على ايه؟ على الاكسبريشن، تمام؟ فحاجه بالشكل ده. فيبقى الكرنسي ده عباره عن بايب بيعمل فورماتنج للكرنسيز بتاعتنا. طبعا ده يفيدني جدا لو انا عندي في الاي كوميرس ويب سايت وعايز افورمات الكرنسيز بتاعتي مثلا لليو اس دي او للاي جي بي مثلا اللي هو الباوند الايجيبشن باوند بتاعنا، بقدر استخدمه في حاجه بالشكل ده كده عشان يقربوا لي لحسب الفورمات بتاعتي. عندك بعد كده ده الجيسون اللي قلت لك عليه اهوت، وده بيفورمات التايب سكريبت اوبجكت انتو جيسون ايه سترينج. فانت لو مديله حاجه از اوبجكت يقدر يحولها لك جيسون سترينج بالشكل ده كده، فده مفيد جدا برضو ان اقدر استفيد بحاجه بالشكل ده كده. عندك بعد كده حاجه اسمها ديت بايب، والديت بايب ده معناه انه هيفورمات مين او هيعمل ترانسفورم ايه للديت. يعني زي ما انا قلت لك في المثال بتاع الاكسبريشن، شايف انت الديت بيرجع لي عامل ازاي؟
لا انا عايز افورمات الديت بتاعي بشكل معين، year month day. لا انا عايز year month day وتايم، تمام؟ فده بالنسبه لموضوع الديت. في عندي حاجه اسمها سلايس. سلايس ده انت هتقطع او تليمت الداتا ريبريزنتد، كانك بتعمل يعني ايه يعني سب سترينج لحاجه معينه، تمام؟ ده اللي احنا بنعمله. فانت هتعمل هنا سلايس لحاجه معينه بالشكل ده كده بنفس الطريقه، ده مديك مثال عليها بالشكل ده. في حاجه اسمها لور كيس واوبر كيس، ده معناه ان انت هتعمل ايه، هتغير شكل الاو بتاعك يا اما اللور كيس يا اما الاوبر كيس. برضو عندنا حاجه اسمها الديسيمال بايب، وده بيعمل ترانسفورم للديسيمال ايه نمبرز، وده حاجه برضو من الحاجات الكويسه جدا اقدر ان انا استفيد بيها. كمان ده اللور كيس اللي انا قلت لك عليها، هي ترانسفورم سترينج للور ايه كيس. عندي حاجه بالشكل اللي انا عايز اقول لك عليها بالشكل ده كده، تمام؟ طيب دايما فكر في البايب، هو عباره عن ترانسفورم للداتا بتاعتي، ترانسفورم ايه الداتا بتاعتي عشان اعمل لها ديسبلاي فين في التمبلت بتاعتي. ترانسفورم للداتا بتاعتي، بس في الاخر انا عندي الداتا موجوده جوه ايه، جوه الاكسبريشن. يعني الداتا حصل لها عمليه ايفالويشن وبتظهر لي، هو يعمل لها فورماتنج بشكل معين. فده مفهوم كلمه ايه بايب. هنا نروح نشوف الكلام ده بقى على مستوى التطبيق او الامبلمنتيشن بتاعنا عشان نبدا نشوف الدنيا ماشيه ازاي. انا قلت لك ده هنا الداتا اهوت، تمام؟ وانا عايز استخدم البايب بتاعي. طيب خلينا نقول ان اهوت انا هروح دلوقتي مين للانجلر اب بالشكل ده كده. افتكر ان ده شكل مين؟ الديت. ده التكست بتاعنا وده الفالي بالشكل ده كده، تمام؟ طيب خلينا نروح دلوقتي نبص برضه على، انا يهمني ان احنا تبص هنا على موضوع ال هذا البايبس هنا، بشرح لك بيقول لك ايه الانواع او البيلت ان بايبس، ترانسفورم داتا يوزنج بايبس، بيقول لك الدنيا ماشيه ازاي واقدر استخدمها مع مين؟ تمبلت اكسبريشن عشان يأكسبت الانبوت فاليو ويريتيرن ترانسفورم فاليو زي ما احنا ما قلنا، تمام؟ اقدر استخدمها ثرو اوت ذا ابلكيشن، واحنا قلنا ممكن كمثال على موضوع الاي كوميرس وفي امثله كتير يعني، تمام؟ اقدر خلي بالك برضو ان من الحاجات المهمه جدا في البايب هي موضوع الانترناشوناليزيشن، وده موضوع ان انت لو انت عايز تعمل الكلام بتاع الويب سايت يكون عربي انجليزي، يعني عايز انت الويب سايت بتاعك يكون عربي انجليزي، هتلاقي فيه لايبرري معينه جوه الانجلر اسمها انجلر اي 18 بتعمل انترناشوناليزيشن، وتقدر تستخدم فيها البايب ان هو يقلب لك، لو اللانجوج عربي يقلب لك الكلام عربي، لو اللانجوج انجليزي يقلب لك كلام انجليزي بالشكل ده كده، تمام؟ فعندك هنا الديت بايب، وعندك الاور كيس زي ما احنا قلنا واللور كيس، وفي الكرنسي وفي الديسيمال، وفي حاجه اسمها البيرسنت بايب عشان يديك نمبر، يحولك النمبر لبرسنتج، تمام؟ ده مهم جدا. لازم يعني بص انا بدي لك بشرح لك الدنيا، بس لازم نروح نبص على الكلام ده كله، تمام؟ انت عندك هنا جايب لك مثال على فورمات الديت، ده اللي احنا برضه هنحاول نعمل مثال بالشكل ده. انت هنا ادي البيرث داي، اديت له البايب بتاع اللي اسمه تايب اللي اسمه ديت قصدي، وبعد كده اديت له شكل الفورمات بتاعك عامل ازاي، ده برضه خاص بالديت، تمام؟ انت هو عامل اكشن معانا، والله اظبط لي الديت بتاعي اللي انت هتعرضه لي، تمام؟ فده نفس الطريق. في طبعا فورماتس كتيره جدا ممكن تقول له والله انا عندي في حاجه اسمها شورت ديت، في عندي حاجه اسمها فول ديت، يعني ده ديفرنت فورمات على حسب ما انت بتحدد له الحاجه بتاعك. هو طبعا هنا مدخل الاكشن او الايفنت اكشن معاه عشان ده يعمل حاجه بالشكل ده كده. كمان خلي بالك ان انا ممكن يكون عندي تشيننج بايب. تشيننج ايه؟ بايب. التشيننج بايب يعني انت هتستخدم اكتر من بايب او اكتر من فلتر في نفس الوقت. فدخل حاصل عمليه هنا تشيننج، فانا هعرضه بال كديت بايب، بس عايزه كمان استخدم معاه الابر كيس ايه بايب، تمام؟ فده مهم جدا بحيث انه في الاخر يتعرض لي بالشكل اللي انت هتشوفه ده كده، تمام؟ طيب خلينا نشوف الامثله ديت قبل ما نخش على موضوع الكاستم بايب.
زي ما انت شايف الديت بالشكل ده كده، ادي هنا الديت، ممكن اقول له نوت سلاش ديت، هو حتى مدي نوت، انا بدون ما احط له اي فورمات ولا اي حاجه خالص، انا بس عايز اشوف شكله هيكون عامل ازاي. نروح نبص هنا اهوت، زي ما انت شايف الفورمات بتاع الديت، ادي التايمز ناو، وادي بالشكل ده كده تمام. طيب عايزين تعمل تشيننج فورمات، نقدر نروح نبص دلوقتي ازاي اعمل تشيننج فورمات. اقول له والله نو سلاش خبر، زي ما انت شايف هو بيعمل لي هنا الاوتو كومبليت، انا بنزل انا التول بتعمل لي بالشكل ده كده، هو عمل كومبايل سكسسفلي اوكي. اروح ابص على بالشكل ده، زي ما انت شايف كده ايه الابر كيس بالشكل ده كده، انا ما كل ده انا يهمني ان هو يبقى ايه موجود بالشكل اللي انت شايفه ده كده، يسهل عليا كل ده انا عديت. طيب نروح نبص تاني على الابلكيشن، فاحنا عملنا هنا الديت فلتر والابر فلتر كاتشيننج مع بعض بالشكل ده كده. انا لا هقول لك لا انا مش عايز بالشكل ده، انا عايز هنا ديت وهقول له هنا اهوت دي دي سلاش ام ام سلاش واي واي بالشكل ده كده واعرض تمام كومبايل سكسسفولي. اروح ابص انا هنا على الشكل بتاعي زي ما انت شايف هنا عرضه بالشكل ده كده تمام. طب انا لو عايز اضيف عليه التايم، عايز اضيف عليه مين التايم بتاعنا، اروح ابص على الابلكيشن بتاعي انا، لا والله انا هضيف هنا التايم بتاعي ب اتش اتش ام ام بالشكل ده كده. طبعا انت يعني هتخش في موضوع الدوكيومنتيشن، كان الحاجات دي مع كثر الاستخدام هتلاقي نفسك انت بتحفظها لوحدك، انا ما بقولكش احفظ، مش فاكر الفورمات بتاعك روح دور عليه في الدوكيومنتيشن هتلاقيه على طول ما فيهوش اي ايه مشكله اهوت. زي ما انت شايف كده ده شكل الابديت، انا عندي فعليا حاليا دلوقتي الساعه 2 بالشكل ده كده تمام. فزي ما انت شايف بالشكل ده كده، عايز تضيف عليه الاور كيس براحتك تضيف زي ما انت عايز. فاحنا هنا يعتبر عملنا هنا ايه البلت ان تايب، بلت ان بايب استخدمناه على الديت فلتر، استخدمنا التشيننج بايب، هنتكلم ان شاء الله في الفيديو الجاي على الكاستم بايب. وكده يبقى انا خلصت هنا الجزئيه الخاصه بالبايب، يعني ايه بايب ويعني ايه التشيننج بايب. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.